من اللحظات اللي عشتهم. ومن بعد باش نحكيو على ديربي 5-5-85 وايضا باش نحكيو على 4 بلاش في المنزه. الترجي ينتصر بل نهايه المباراه، نادي الافريقي واللاعبين يغادروا. شنو صار؟ شنو السر في الماتش هذايا؟ بعد شويه توت سويت لافيون روس. أول سؤال في الفقرة هذه لطفي المحايسي، أكثر ترح ما تنساشي في حياتك الكل؟ سيابي نخسين زوج جولات ودقيقة 94 تيتر أون جو، كرة ميتة برسك عطوش كفران سامي النصري ضربتها بالراس ماركا عادل سليم، جابت برشا، جابت رباعية يقولوا البطولة رجعت من سبلت بن عمار صحيح. 94 دقيقة لعب والنادي الافريقي ناخذ زوج جوارات وتعبنا في الموت مقابلة ذيك، تعبنا ياسر. قرار الحكم ناجي جويني، ناجي جويني خرج زوج ملاعبية، خرج فوزي رويس لطفي رويس وعبد الحق. مقابلة صعيبة وقت اللي وصلنا نلعبوا بثمانية ملاعبية برك، تعبنا معناها. واحد ولا يلعب اتاك ديفونس اتاك ديفونس، يعطي 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 باش تلقى الانرجي في 94 دقيقة لعب وتطلع براسك وتضرب كورة كيما هكاك تماركيها. أنا فما خدمة، فما فولونتي، فما جرينتا، فما رجولية، كان تحب تعاود تشوف البونتو، شوفوا معناها كيفاش هذيك البونتو هذاك الديتونت هذيك بعد 94 دقيقة لعب. ما شاء الله فيزيك وبريزانس كل شيء، وغش وغزول وتحكي مع الاربيتر والحمد لله معناها مقابلة تاريخية، مقابلة ظهرنا فيها الجمهور النادي الافريقي والجمهور التونسي اللي النادي الافريقي راهم مستحيل ما يعرفوش. باهي هذايا أكثر ماتش تتفكروا، أصعب ماتش بالنسبة ليك؟ أصعب ماتش نتاعي اللي لعبته ضد اسبيرونس وأنا صغير عمري 18 سنة. هذاك الأصعب؟ صعيب ياسر، دخلت مانيش فاهم حتى شيء، خايف مفجوع، ما رقدتش في الليل، خايف لا نغلط، خايف لا نتحطم، فهمت؟ هذاك أصعب ماتش. في الوقت هذاك الغلطة بحسابها، باش نوريك تصويرة أنا، قول لي تتفكر شيء اللقطة هذه؟ نتفكرها بالمقابلة هذيك مقابلة النادي الإفريقي والترجي في 87 ماركة طارق ذياب وسجلت أنا هدف التعادل. هوني شوف ما شاء الله. أي كنت سيزو طالع تقريبا سيزو. الخدمة في الانترالمود تعمل أكثر من هكاكا، واللعب نتاع البطاحي والفولونتي وكل شيء تعمل. قبلت كانت الديفونسورات لازمو يعمل كوتشيزو بلونجون بالراس باش يزين طرحه باش يخرج طرحه، تو ما عادش نشوفوا بلونجون بالراس ما ولا واحد يعمل كوتشيزو. قبل الجمعيات نتفكر عبد الحميد الكنزاري بتاع الترجي، هاشمي الوحشي، ديفونسوريت معناها كرة تشوفها داخله للشبكه يجبدها كوتشيزو، معناها يعمل تعمل كيف معناها كرة في الشبكه تولي مش هدف ولي مش هدف، فما زينه فما اندفاع به كل شيء. العائله سي لطفي مشات لا سينيور، اي امك بوك والله يقول لك احنا مانيش من عائله رياضيه معناها، ما يعرفوش كوره مساكن معناها، في كوره معناها في البطحه كانوا ضد من الاول انك تطلع كوارجي بطبيعه الحال. شنو ضد؟ خاطر نروح في الليل مخر من لونترمون وتصور معناها نروح انا من لونترمون وصلت كادي معناها ولا مينيم نروح في الليل دخلت 9:30 ناخذ 28 قدام اوتيل دولاك محمد الخامس تعمل بيا الدوره باش ناخذ 9:30 ناخذ حتى العشاء ما نلقاش عشاء ما نتعشاش ما بون متعشى مش متعشى بتاع لا ما خلطتش نقولوا نحن على العائله على اللمه هي على اللمه وعلى العشاء وعلى وقتها القرايه بدات تذيع بدات تبعد. مانيش قراي مش ما نكذبش على العباد، ماناش احنا في حومتنا وين نعيشوا احنا في باب الخضره اللي يقرا عنا احنا ماهوش مخالف.